تمام يا شباب. بص يا جماعه، بالنسبه لحل الامتحان معايا الحل. هنبدا ايه؟ الاسئله قلنا عندك دي الاسئله، في ممكن يعني معلش يا جماعه بيحصل بعض الحاجات بس للسرعه، الصوره ما تنزلش او كده، فما تقلقوش هنعملها وننزل لك الامتحان كله على بعضه وتحلوه برضو تاني ان شاء الله. تمام؟ احنا دلوقتي عاوزين ايه؟ بوينتر، هايلايت، بوينتر خليها ايه؟ لون احمر. تمام. بص يا جماعه بسرعه كده، التراكيب الجيولوجيه في الشكل المقابل تعتبر تراكيب شكلها واضح قوي قوي قوي. في حد عملها غلط دي؟ تمام. هي عامه بص هتبقى ايه؟ في ناس كتير قوي تلخبط، هي ايه؟ لا، هي مش ممكن تكون تركيب ثانويه ولا ممكن تكون تركيب تكتونيه، دايما اعمل بالحذف. فهي يا دي يا دي، هي شكلها تشققات، بس في كلمه يا جماعه ما خدتوش بالكم ان التشققات الصخريه دي من التركيب التكتونيه. بص الاجابه هتبقى ايه؟ مناخاوي. نشوف اللي بعده، اللي قلنا اللي يوصف الشكل دوت، قلنا اكيد 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 يا جماعه انا اتفقنا قبل كده ان في هنا طيه محدبه وطيه مقعره، ما تشوفش شكل واحد وايه وتركز عينيك عليه. انا شايف هنا طيه مقعره زي ما اتفقنا، وهنا طيه محدبه يا جماعه، وهنا طيه محدبه يا جماعه، ماشي؟ تراكيب كتير، يبقى ابسط تبسيط حاجه ليهم ان هي اكيد نتيجه قوه ضغط. طيب التراكيب الجيولوجيه اللي تكونت بسبب تاثير قوه شد او ضغط على الصخور، يا اما شد يا اما ضغط. عامه الاوليه دي بتبقى رياح، التدرج الطبقي دي برضو عامل بيئيه ومناخيه، التشققات الطينيه عامل بيئيه ومناخيه، اكيد تركيب التكتونيه او الثانويه. اي من مالي لا يعتبر، خلي بالكم من كلمه لا يعتبر، اهميه الاقتصادات، هي مكان للخامات المعدنيه صح، مصادر للبترول صح، خزانات مياه ارضيه صح، هي بتحدد العلاقه الزمنيه صح، بس هو ما خدناش بالنا من كلمه اقتصاديه. اتفقنا؟ تمام، يبقى الاجابه عندي هتكون تحديد العلاقة الايه؟ الزمنية. اتفقنا؟ في قلنا طية بسيطة فيها أربع طبقات، النسبة التريك خلي بالك هو عاوز النسبة بين عدد المحاور إلى عدد المستويات المحورية، يبقى عدد المحاور عندي أربعة، المستويات المحورية كام؟ واحد يا مستر. برافو عليك. ناس كتير قوي جناحين، ده المستر دايما بيسال على المستوى على المحور والجناح، الجناح والمحور. لا، انا ممكن عادي جدا هنا بختبر قوتك في التركيز في القرايه، فالمستوى 4 إلى 1 الاجابه مباشره، بس ايه في ناس كتير قوي دايما بتلخبط ما بين ايه؟ يبقى عدد المحاور الى عدد المستوى المحوري، المستوى المحوري 1. برافو عليك. يبقى ايه؟ ما الذي يميز الطبقه ديت؟ كنا يمكن عملناها في الواجب، ان اتباعد الجناحين من اسفل صح، احدث طبقات في المركز، يتباعد الجناحين من اسفل، سوري، اتباعد الجناحين في الاسفل في الجزء ده بس، انما هنا بتقرب الجناحين من اسفل. خلي بالكم برضو هنا في طيتين، اللي انا عارفه ان عدد الاجنحه مساوي لعدد المحاور، وده قلناه قبل كده. مستر. يا بابا. طيب ما رقم ب صح. طيب احدث تاني يا بابا، برضه هنتناقش ونتخانق مع بعضنا كل حصه. هل الصوره دي انت شايفاها؟ هل الصوره انا قاطعها لغايه هنا وانت شايفاها كده؟ الجنب اللي على الشمال ده فيه جنب على الشمال؟ هي حتى الجنب اللي على الشمال برضو باقي الطاية المقعرة، يعني لا يا مفيش بابا، طاية لا يا بابا، محددة. لا بدايه، لا في الخط الاحمر اللي انا عامله ايه؟ ماشي، بس هو هنا مركز على الطاية المقعرة بس. لا 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 لا، بص يا بابا افهمي كلامي، انا بتكلم على الصوره كامله، مركز على جزء والجزء الثاني، بس الجزء الثاني موجود ولا لا؟ وخلي بالك من ضمن التعريفات اللي قلناها في الطي المره اللي فاتت، نادرا قلما توجد منفرده، ما فيش طي، احنا بنرسم في في الكتاب كده وبتاع طيه لوحدها، بس لما اجي اشرح لك نادرا ان انا اجيب لك صوره واحده، نادرا الا لو كانت مرسومه بخط الايد، انما في الطبيعه نادرا. فدي طيه محدبه اسمها طيات مركبه يا بابا، اهي اهي، بصي في قمه اهي،
ماشي يا جميل؟ يبقى انا عندي طيه محدبه وطيه مقعره، يبقى عدد الاجنحه مساوي لعدد المحاور. معايا مين؟ بس انا حضرتك تقصد ان صعب يجيب لي في الامتحان رسمة فيها طية واحدة سواء محدبة او مقعرة؟ لو طب... لو طبيعيه لو طب... لو طيه في الطبيعه صوره طبيعيه زي كده نادرا. بس هنتمرن مع بعضنا كتير يا جماعه، احنا لسه احنا في اول حصه، ده احنا هنشوف حاجات كتير وعجب، هنشوف حاجات كتير وعجب. بس لو حاجه مرسومه بخط ايد انا يعني، يعني او الممتحن عامل رسمه بايده، رسمه مرسومه، دي اللي ممكن العب ايه معاك. طيب محدبه بس، طيب مقعره، انما دي انا شايف فيها يا جماعه. طب الجمله دي صح والجمله دي صح، ادقهم المضمزيل او مين معايا؟ فادي، ايه اللي ادق عندك؟ عدد المحاور مساوي لعدد الطبقات. عدد المحاور، سوري، عدد المحاور مساوي، ده اللي انا متاكد منه. تمام، عدد المحاور مساوي لعدد اكيد. سواء ان انا اختلفت ما اختلفتش معاكي، اللي هي فيها جزء طيب محدب ولا ما فيش، اكيد انا مش هختلف مع، يعني مش هنختلف. سوري معلش يا جماعه، دي هتبقى غلط. عدد المحاور، شغلت الاجابه وما غيرتش، ماشي؟ عدد المحاور مساوي لعدد الطبقات، دي الاجابه الصح. عدد الاجنحه طبعا هم جناحين. تمام، الجناح عمره ما يساوي عدد الايه المحاور، لان في كم محور هنا، ده كتير قوي مش عارف اعدهم. ما التركيب التكتوني الناتج عن ضغط مؤثر ويوجد طبقات حديثه؟ مين جاوب السؤال ده يا جماعه؟ يا جاوبوا لي عشان بسرعه بس. أنا يا مستر قولي. طاقة محدبة. طيب انا شايف اتنين بس بيجاوبوا معايا، فين الباقي؟ ما حضرتك يا مستر. ماشي، الباقي انا عاوز كده، انا عاوز نتخانق كده مع بعضنا. فين يا امل؟ امل، يا مستر، طاقة محدبة، لأن هو بيقول إن الأقدم في النص وبعدين الأحدث بيحيط فيه. برافو عليك، انا بلعب معاكم في الالفاظ من حقي، هو ده الفهم، هو ده كلمه فهم. اللفظ اللي انا اديته لك في الملزمه حاجه، وادي لك جمله مقابله هي بالظبط نفس المعنى، ده اللي ايه اللي بنقول عليه فهم. برافو عليك. تمام، يبقى طيب محدبه. ندخل على اللي بعده. بص يا جماعه، كم تبلغ النسبه بين عدد المحاور الى عدد الاجنحه في الشكل المقابل؟ حد جاوبه عشان مش فاكر الاجابه. يلا. يا مستر انا جاوبته. جاوبته ايه؟ 3 الى 2. هيطلع 3 الى 2 اللي هي الاجابه ج. تمام، 3 الى 2. انا ما عدتش الست طبقات، انا عدي دي وديت وديت، يبقى ثلاث طبقات بس اللي ليهم محاور، ثلاث طبقات، يبقى الاجابه عندي. برافو عليكم. ايه؟ خلي بالك، عدد المحاور الى عدد الاجنحه. برافو عليك. لا، يبقى دي اجابه غلط. ماشي، دي الاجابه الايه الصح، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه ده مكتوبه في النموذج الاجابه. مستر، يا بابا، هو الشكل دوت يعني جايب الطيه من اتجاهات ايه؟ من يعني ده بنقول عليه مجسم، واخد بالك؟ يعني جايبه من الجنب ده ومن الجنب ده، بس الطبقات اللي هنا اللي هي اللي فوق دي، بص متاكله من السطح. يا بص، ده انا جايبها لك من ثلاث اتجاهات، من راسي وسطحي وافقي. يا بص، ده اتجاه وده اتجاه، ده بنقول عليه مجسم. برضه ممكن من بعض الرسومات هتلاقيني جايب لك المجسم ده. ماشي يا جميل؟ الاجابه ايه يا جماعه؟ 3 الى 2. برافو عليكم، لانها المفروض ان هي تقول 6. ما قلتش 6 خالص، ما نطقش كلمه 6، هيبقى 3 الى جناحين، يبقى 3 الى 2، ما فيش اختصار خالص. ايه العوامل التاليه لا تسبب تكوين التركيب الجيولوجيه؟ الزلازل والبراكين. الزلازل والبراكين. تمام، الاولية، سوري الاولية، يبقى الزلازل والبراكين. بص يا جماعه، كان في انسه سالتني على اللي هو التركيب بص يا جماعه، لما اقول كلمه تكتونيه، اي كلمه اسمها تكتونيه لو سمحتوا، تكتونيه، سواء قلت قوه تكتونيه، تركيب تكتونيه، حاجه قويه جدا، ضخمه جدا، مريعه، زلازل، براكين. تمام، فدي القوه التكتونيه او الزلازل او الايه التراكيب، بتؤدي الى وجود تركيب تكتونيه زي الطيات والفولق. السؤال قبل اخي، سؤال بتاع تكونت، انا شايف حاجه، بص يا جماعه، صخور متشققه، دي بسبب ايه؟ قوه تكتونيه. قوه تكتونيه، تشققات. خلي بالكم الثانيه اسمها تشققات طينيه وباينه قوي، طين طين متكسر، عارفينه احنا كلنا، شفناه في بيوتنا او جنب البيت، واخد بالك ازاي؟ الثاني اسمه تشققات طينيه، ومش مش هو ده الشكل اللي عندي،
مش هو ده الشكل خالص، يبقى دي قوة. برافو عليكم، قوة تكتونية. الشكل ده الحصة اللي فاتت، تمام؟ أنهي شكل؟ أنا شايف سطح الأرض، سطح مظهر سطحي، سطح الأرض من فوق. بص قلنا أدي طبقة لونها أحمر، جنبها يمينها وشمالها أصفر، يمينها وشمالها بنفسجي. إيه الشكل إيه؟ الوحيدة اللي هي إيه فيها التكرار ده. تعالى بص، أنا لازم أشوفها من فوق. بص بنفسجي أخضر، لا. بنفسجي أصفر أحمر، لا. تمام؟ هنا أحمر جنبيه زي بني كده، وهنا جنبيه أخضر. يبقى الرسمة الوحيدة اللي هتكون عندي إيه؟ سوري. إيه نوع ممكن، بص دي أنا راسمها بإيديا، أنا راسمها بإيديا. ممكن أجيب الرسمة على فكرة جيتها بس. ماشي؟ راسمها بإيديا، إنما الرسومات الطبيعية، ودي اللي بتبقى المفروض برضو الطبيعة كده، بتبقى طاية محدبة طاية مقعرة بالمنظر ده. المهم نتيجة إيه؟ إحنا قلنا المحدبة نتيجة ضغط والمقعرة ضغط برضو. برافو عليك، اتفقنا يا جماعة؟ مستر طيب. أيوه جميل. في السؤال رقم 11، أنا ببص لفوق، حتى لو فوق كان شكل طاية زي بي كده، المهم بس تكون الطبقة اللي في المركز اللي هي الحمرة دي. تمام، أنت شايفة من سطح الأرض. أنا تخيل إن أنت كنت ماشية على البتاع دي، على الجزء ده، كنت ماشية في الشارع دي، أنت هتمشي على إيه؟ فوق الطبقة ولا تحتها؟ فوق فوق، هتبقى ماشية هنا بتتمشي. طب فلقيتي إيه جنبيكي مثلا، أنت واقفة على البنفسجي. الله، لا شكرا يا مستر. تمام؟ برافو عليك. طب بص يا جماعه، معلش في السؤال ده يعني احنا هنجاوبه في الواجب دلوقتي، بس عاوزه عشان ده فعلا فعلا عاوز ايه يكون مرسوم قدامي تاني. انا بيقول لك امامك مكشف.